البداية مبروك، وقبل ما أبارك الحقيقة لقناة النادي الأهلي وكل العاملين فيها، لازم أبارك لشريك النجاح الأساسي، السبب الأول الحقيقة في إن إحنا بنجتهد على قد ما بنقدر وبنحاول نوصل باسم شاشة النادي الأهلي لأعلى مكانة تستحقها ويستحقها الاسم الكبير جدا النادي الأهلي. زي ما الجمهور كان سبب رئيسي على مدار تاريخ طويل جدا في تحقيق نجاحات وفي تحقيق بطولات، بشوف في المدرجات طبعا، بشوف كمان ان جمهور النادي الاهلي ورا الشاشات كان سبب حقيقي جدا واساسي جدا في تحقيق شاشه قناه النادي الاهلي لافضل قناه رياضيه عربيه لتاني مره. يمكن من ساعه ما ظهرت القناه في شكلها الجديد قدرنا ان احنا نحقق الجائزه دي مرتين، وده الحقيقه في وقت من الاوقات بيترجم تعب ومجهود ورؤيه فريق عمل كامل، بداية من كابتن إسلام الشاطر وأستاذ إيهاب الخطيب وأستاذ باسم عزمي، وصولا لكل العاملين في القناة اللي يمكن الحقيقة على قد ما بيظهر طبعا يعني نجوم كتير جدا في برامج مختلفة، لكن عايز أقول لكم الحقيقة أنه كتيبة العمل اللي وراء الكاميرات لا تكل ولا تمل، كلهم في حالة إخلاص شديدة جدا عشان القناة تكون كل يوم أحسن من اليوم اللي قبله. وزي ما بتكون الجائزة دي بمثابة تكريم، بمثابة ترجمة لمجهودك وانت بتشتغل في قناه شايله اسم النادي الاهلي، بتكون كمان تكليف انه اللي جاي دايما يكون احسن ويكون افضل. ويهمنا في النهايه انه ما دام اسم النادي الاهلي ارتبط بشاشه، انها تكون زي ما النادي الاهلي عود جماهيره دايما في مشهد الصداره، ودايما ان شاء الله باذن الله في المقدمه. مبروك لشاشه الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لكل يعني جندي مجهول سواء امام الكاميرا او ورا الكاميرا بيشتغل في قناة النادي الأهلي، أفضل شاشة وأفضل قناة عربية 2022. أي حاجة فيها الأهلي تبقى شاطرة وتبقى صح. جمهور النادي الأهلي I love you، لأن أنا أهلاوية جدا 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 وماسكة المايك ولونه أحمر وأنا أهلاوية من زمان قوي. هقول إيه، الأهلي يعني ما أقدرش، الأهلي واحد بس، الأهلي only one. الأهلي عايزة إيه؟ الأهلي يا فندم. أنا أهلاوي يعني ومن عيلة أهلاوية. دوري وكاس أهلي أهلي. إن شاء الله ناخد الدوري السنة دي وناخد كل البطولات كالعادة يعني كالعادة. اللون ده له في قلبي مكانة كبيرة قوي. أشكرك جدا 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 ج